أعزائي مشاهدي بوابة الفجر، معاكم هدى السيد من محافظة المنوفية، ومعانا النهاردة حاجة جميلة جدا جدا، معانا أبطال الروبوت المقاتل لازو فازا. دول فازوا في مسابقة قطر للدول العربية. طبعا هنتكلم معاهم وهنشوف مين أكتر الداعم لهم، وهنتكلم كمان عن الروبوت المقاتل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنشوف الروبوت ده يعني بيعمل إيه، بدأوه إزاي، الفكرة جات لهم إزاي. أول واحد من الأبطال معانا ياسين، إزيك يا ياسين؟ ألف مبروك. قول لي بقى يا ياسين، الفكرة جات لك ازاي؟ احنا بدأنا في الروبوت ان احنا بدأنا ندور على النت على فكرة كويسة وجربناها. في فكرة ما نفعتش وفي فكرة ما نفعت، بس اكتشفنا ان الروبوتات هناك كلها قوية، فعملنا 6 مواتير للروبوت وخليناه عزمه قوي. تمام. بعد كده لينا بقى بدأت تكمل معاك. انت كان دورك ايه يا لينا؟ عرفينا بنفسك الاول. انا اسمي لينا احمد سلامه، عندي 13 سنه، في اكاديميه بيجيننج في مصر في محافظه المنوفيه. اللي كان عليك يا لينا؟ البرمجه. عملت ايه بقى في البرمجه؟ كنا حاطين 6 مواتير، كنا مشغلينها بطريقه معينه، فكنا مشغلينها بطريقة معينة، فكان الروبوت أصلا تصميمه شوية كبير، فعشرين في 20 كنا المفروض نعمله 20 في 20 بالظبط، فكان 6 مواتير بطريقة معينة، وكان الألتراسونيك من برمجه على طريقة برضه بطريقة معينة، لما يشوف مسافة 50 سنتي يروح للروبوت عشان يزقه بره يخسر، فاحنا نكسب. تمام. والدة لينا بقى هتقول لنا يعني انت كنت بتعملي ايه معاها، يعني عشان تتوازن ما بين الدراسه بتاعتها وما بين المشروع اللي هي بتعمله. كنت بحاول انظم وقتها، كانت الواجبات اطبعها لها على ما تيجي من المدرسه، ان هي تخلص واجباتها تبتدي تحلها، تشوف ميعادها امتى في الاكاديميه بيجيننج، تروح بتخلص اللي عليها البرمجه من تصليح من تصنيع من كل حاجه، وبعدين بروح اجيبها وتكمل مذاكره وتنام وهكذا طول اليوم بقى. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. والده ياسين، قولي لنا بقى الفكره جت ازاي لياسين، انت دعمتيه ازاي؟ هو ياسين بادئ من هو صغير بيحب يفك الالعاب بتاعته، يشوف هي بتتكون من ايه، عنده تساؤلات كتيره قوي ناحيه التكنولوجيا، فانا ابتديت ان انا اوجهه للالكترونيات والبرمجه. بدا يعمل لعبه بسيطه الاول، بعد كده بدأت أديله زي يعمل روبوت صغير بمواتير، بعدين بدأنا نبرمج المواتير ونحركها بطريقة معينة. كان في مسابقات دايما بيتم الإعلان عنها جوه مصر.